العمل في مكتب اليقظة هذا أشبه بخلية نحل. أعوان الدرك الوطني في مهمة نسبة الخطأ فيها صفر. المطلوب هنا تأمين امتحان شهادة البكالوريا. كان بارتاج جديد مقبل لينا تاع التاريخ والجغرافيا وكاين تاع اللغه الاسبانيه. شوف الجروب شنو الجروب باكيس ميكان توجور نفس الميم جروب. طلع لي هذا السوجيات اللي ما ديفيزي فيهم مع التوقيت ديال الدوسي افيك لو ليان تاع البوبليكاسيون مع لو ليان اللي هو الرابط تاع المجموعه اللي هو الديفيزي. اي تسريب او تداول، نشر او مشاركه، عناصر الدرك الوطني له بالمرصاد. الآن في مكتب اليقظة المعلوماتية يطلع بمهام متابعة كل مجريات البكالوريا في دورة 2017 الدورة الأولى أو الدورة الاستثنائية، ونحن هنا في إطار تأمين هذا الحدث الهام الوطني الهام وسير مجرياته من يوم الأول إلى اليوم الأخير. يتابع عناصر الدرك في هذا المكتب بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها الصفحات والمجموعات التي تنشر مواضيع البكالوريا، ويتخذون الإجراءات اللازمة في حينها. المهمة تاعنا المجهود الأكبر اللي تم رصده في هذا البكالوريا دورتي البكالوريا 2017 هو محاولة تعريف أصحاب صفحات والمجموعات التي أنشئت من أجل تداول ونشر على نطاق واسع من طرف المنضمين لهذه المجموعات لمواضيع البكالوريا، وأتت بثمار هذه المجموعات أتت بثمارها وقمت بتعريف عدد معتبر يصل إلى 13 مجموعة وصفحة كبيرة تضم في من 10,000 إلى 200,000 منضم إلى هذه الصفحات، بالإضافة إلى أيضا إلى في خلال الدورة الأولى من البكالوريا 2017 تم متابعة 201 حساب فيسبوك وتم تعريف 80 منهم وتم تقديمهم للعدالة. الاستقرار والهدوء الذي عرفه امتحان بكالوريا 2017 بدورتيه هو نتيجة جهد متواصل لأعوان الدرك الوطني في هذا المركز، وعمل لم يتوقف ليل نهار ليساهم هذا الجهاز بشكل كبير في حفظ هيبة شهادة البكالوريا.